دورنا في زمن الانتظار لصاحب العصر والزمان، دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية أن يديرها ويعمل بها أهل التقوى والورع حتى لا يتم استغلالها لغير الأهداف النبيلة التي أسست من أجلها، أن تكون الأولوية في تقديم المساعدات للأشد حاجة دون تدخل الأهواء أو الانتماء لجماعة معينة في قرارات الجمعية أو المؤسسة، أن يكون الكادر العامل أهل علم وثقافة وهمة ونشاط، وإلا فإن النتائج الإيجابية لا تتحقق بالشكل المطلوب. الاهتمام الخاص بأصحاب المواهب والمهن القادرين على خدمة الدين، وذلك من خلال قضاء حوائجهم ليكونوا في راحة واستغناء وترتفع بذلك معنوياتهم وهممهم. تبادل الزيارات والتشاور والتعاون فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لأنه يزيد في اكتساب المعلومات والاستفادة من التجارب. من الجيد وجود قسم خاص للفقيه العالم المتشرع المقبول من المرجعية العظمى. وجود قسم خاص للعلاقات العامة يقوم بدور التعريف والإعلام عن نشاطات الجمعية والمؤسسة. الاهتمام بتطوير العمل بشكل دائم وتقييم الأداء ومتابعة النتائج باستمرار. التفكير المستمر في طرق الدعم المادي والمعنوي، ومنها الحقوق الشرعية والأوقاف والهبات وغير ذلك. وجود قسم لتنمية وتدريب الموارد البشرية لسد احتياجات الجمعية أو المؤسسة من الكوادر العاملة. الإيمان الكامل بأن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه هو الانتظار للظهور المبارك للإمام المهدي عليه السلام، وهذا يتطلب تذكيرا مستمرا للكوادر العاملة ليتفانوا في بذل الجهد.